في جزيرة صغيرة جنوب القاهرة يحاول فلاحون مصريون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أشجار الموز. في بيت صغير على الجزيرة يتعاون أحد المهتمين بالمخلفات الزراعية مع الفلاحين وجمعية معا للتنمية المجتمعية لاستخراج الألياف من سيقان الموز. المشروع يسير على خطى التجربة الهندية الناجحة جدا منذ سنوات، لكنه في مصر ما زال مشروعا جديدا في مراحله الأولى. عزة ليسي، جزيرة القراطين، مركز أوسيم، الجيزة. أنا مديرة مشروع تحويل مخلفات الموز إلى ألياف. إحنا عندنا هنا مساحة الجزيرة مساحة يعني حوالي 550 فدان، 80% منهم مزروع موز. بنجيب المخلفات من الأرض، بعد الفلاح ما بيقطع منها الموز ويكون خلاص استنفع منها وخلاص هيحرقها أو هيتخلص منها بأي شكل من الأشكال، إحنا بنجيب المخلفات دي وبنجيبها ونحملها على العربيات، وبعد كده بنجيبها هنا في مكان التصنيع بيقطعوه بالطول كده لعدة شرائح، وبعدين بيبتدوا يدخلوه للمكنة. كل مكنة بتحتاج حوالي 5 عاملات عليها، ال5 عاملات دول بيجوا الساعة 8 الصبح أو 9 الصبح، بنكون جاهزين لهم اصلا الكتلات الموز عشان يقدروا بعد كده هم يقوموا بتقطيعها. البنات بعد ما بتقف على المكان بتبتدي تطلع الالياف بتتحط على بعضها، وبعدين في واحده بتيجي تنشر، بننشره على الحبال زي ما شايفين حضرتك كده، وبعد كده بعد ما بننشره بيبتدي يتمشط بمشاط معينه وعشان ندفره عشان بعد كده نبتدي نعمل منه الصناعات المختلفه. اسمي إبراهيم الحضري، المدير التنفيذي للشركة العربية لتدوير المخلفات الزراعية. احنا هنا في وحدة القراطين نستخلص ألياف الموز، وهي صناعة جديدة في مصر ابتدت السنة دي، بنبتدي ننشر الموضوع في مصر كلها. بدأت الفكرة دي من 5 سنين بالبحث والتواصل مع جهات في الفلبين وفي الهند وفي بعض الدول التانية، وإلى أن قررت أني أنزل الهند أقعد فترة هناك وابتدي أفهم قصة الموز ايه وقصة الصناعات اللي بتطلع منه ايه. شفت حاجات كتيرة، وبعد التحليل اكتشفت اني ممكن مشروع استخلاص الياف الموز يكون بداية كويسة نقدر نبني عليها صناعات تانية. السنة فاتت جبنا المكان وابتدينا نجري تجاربنا الاولى على تصنيع مكان او تطويره، وفعلا الحمد لله استطعنا ان احنا نطوره. خدنا افضل جايزة عن العام 2016، كانت مقدمة من اكاديمية البحث العلمي، والحمد لله طلعنا الاول من حوالي اكتر من 700-800 اختراع في العام 2016 الحمد لله. ابتدينا بقى التعاون، دخلت بحماس بالغ الدكتورة هيام دربك بإيمانها الوطني بأن الموضوع فعلا بيفيد المرأة الريفية ويحقق وظائف. نتمنى التعاون مع كل الجمعيات، ونتمنى أن دي صناعة، الصناعة دي في يوم من الأيام ممكن تكون مشابهة للكتان. طبعا من أهم المنتجات اللي بتطلع من ألياف الموز الأحبال بالذات، لأن هي لها صفات معينة، بالإضافة للغزل اللي بيستخدم في الملابس وبيستخدم في صناعات كتيرة.